انا النهارده عايزه تقول ليالي العون كلها للتحرش ضد الضغط ضد المراه واي قضيه بتخص المراه واحنا منوطين بيها. مش لازم نستنى منظمات حقوق الانسان او المؤسسات، احنا هننزل بنفسنا في الشارع وهنعبر عن راينا، ولازم نقاوم كل القضايا دي. بس مش بس القانون هيرضى المتحرشين، لازم لابد من التوعيه ونعرف ونبحث وراء الاسباب ليه هو تحرش، مش ان هو يتعاقب بعد ما يتحرش. هو ده دورنا. احنا نازلين باختصار لانه نعبر عن راينا باننا ضد فكره التحرش، وتحديدا بعد حادثه التحرير المأساوية اللي كل الناس شافتها احنا تاثرنا بيها جدا، وبدانا ندشن الحمله ديت، ونازلين انه نقول انه ده فعل وقح جدا ومنتهى الحماقه، والطرف الثاني اللي بيقوم بده ما بيستفدش اي حاجه غير الاذى. احنا نازلين نقول انه احنا ضد الاذى.